والله انا استاذ مصطفى شاغل من زمان رائحه محاولات تخريب للعلاقه المصريه خصوصا مع السعوديه والامارات. والحديث دائما عن خلاف التوجهات. يا سعوديين المصريين مش معاكم في سوريا، يا سعوديين المصريين مش معاكم في اليمن. ماشيين بنص روح. مع ان الاشقاء في المملكه عارفين، كل واحد فينا عارف ظروف الثاني. وبيننا علاقات اوسط من هذه التوزيعات. انما كان في محاولات دق اسفين دائما. وعمليات نشر شائعات ونشر اخبار مغرضه وتصريحات غير صحيحه في محاوله لشق الصف العربي. لانه زي انت ما تفضلت، الولايات المتحده الامريكيه لم تقتلع حتى الان ما جرى في مصر. ولا تريد لعبد الفتاح السيسي ونظامه ان يستمر وان يستقر. وتحاول ان تقلم اظافر الاشقاء الذين يحاولون مساعدة مصر في هذه الظروف. هذا أمر واضح للعيان، لا يخفى على فطنة أي متابع للأحداث الدولية والإقليمية. فأنا معك إنه في شيء ما بيحدث، ولكن يجب أن نتنبه له دائما كلنا، كل الأطراف في السعودية، في الإمارات، في دول الخليج، في مصر، في لبنان، في الأردن، في كله لابد أن نعي جيدا أن هناك محاولة للتخريب وللتخويف ولترهيب الأنظمة المختلفة من إقامة علاقات طيبة مع الشقيقة الكبرى مثلا. شكرا لك الدكتور مصطفى الفقي المفكر القومي المعروف، ومعنا أيضا